بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحيي فيكم الصمود، يعني انا عارف طبعا كله تعب، فانا مش هطول كثير. الهايبوجلايسيميك ان نون دايابيتيك، هتكلم الاجنده على الانترودكشن والكلينيكال برزنتيشن والكلاسيفيكيشن والايفيدنس بيس جايد لاين والكونكلوجن. هايبوجلايسيميا از كومن كومبليكيشن اوف ثيرابي فور دايابيتيك بيشنت، وده بيبقى طبعا سبب الثيرابي. هاويفر هايبوجلايسيميا از ان انكومن كونديشن فور نون دايابيتيك بيشنت اند ريبريزنت ا دايجنوستيك تشالنج فور هيلث كير بروفايدر. الكلينيكال برزنتيشن هي بتيجي باوتونوميك سيمتوم، ودي نتيجه السمباسو ادرينال ديسشارج تريجر باي هايبوجلايسيميا، وكلنا عارفينها هي البالبيتيشن والتريمورز والانكزايتي والسويتنج والهانجر والباراسيزيا. او تيجي بنيوروجلايكوبينك سيمتوم، ودي كوز باي كومبرومايزد برين فانكشن نتيجه البرين جلوكوز ديبرايفيشن، زي ايه؟ زي الويكنس والفاتيج والكونفيوجن والبيزار بيهيفير والسيزر والفوكال ديفيسيت والكوما. الكلاسيفيكيشن بتاع الهايبوجلايسيميا، التراديشنالي الهايبوجلايسيميك ديس اوردرز ان نون دايابيتيك ار كلاسيفايد ان ريليشن تو ذا فود انجيشن، يا اما فاستنج هايبوجلايسيميا او بوست براندل هايبوجلايسيميا اللي هي رياكتيف هايبوجلايسيميا، الهايبوجلايسيميا اللي بتحصل خلال 4 ساعات بعد الاكل. التراديشنال كلاسيفيكيشن دي بتبقى مش مفيده في التشخيص. ليه؟ لان في بعض حالات زي الانسولينوما مثلا، الانسولينوما ممكن كان بريزنت ويز بوث في الفاستنج والبوست براندل هايبوجلايسيميا. وبرضه في بعض الديس اوردرز ممكن تيجي بيراتيكالي اوكيرنج سيمتوم اندبندنت اوف ذا فود انجيشن زي الفاكتيشيس هايبوجلايسيميا. اذا الكلاسيفيكيشن حكايه فاستنج والبوست براندل دي مش هتساعدنا في التشخيص، يبقى لازم ندور على كلاسيفيكيشن تاني. المور يوسفول ابروش فور كلينيشن از كلاسيفيكيشن بيز اون ذا كلينيكال كاركترستيك اوف ذا بيشنت. وجدوا ان البيبول هو ابير هيلثي ار لايكلي تو هاف ديفرنت هايبوجلايسيميك ديس اوردر فروم ذوز هو ار ال. دي اهم كلاسيفيكيشن بشوف العيان، لو هو العيان ابير ال بفكر دي اسباب بقى الهايبوجلايسيميا. لو العيان ال دراجز زي الانسولين والانسولين سكريتاجوج والالكحول، في دراجز ثانيه هتكلم عنها بعد شويه، او كريتيكال النس زي الاند اورجان فيلر هيباتيك او رينال او كاردياك فيلر او سيبسيز او ستارفيشن او هرمون ديفيشنسي زي كورتيزول ديفيشنسي وجلوكاجون والادرينال ديفيشنسي او نان ايليت سيل تيومر. او الكوز اوف هايبوجلايسيميا في الادلت ويز ويل ابيرنج بيبقى برضه دراجز اللي هي انسولين وانسولين سكريتاجوج والكحول واذر دراج، وممكن الاكسيدنتال او سريبتيشيس او ماليشيس هايبوجلايسيما او الاندوجينس هايبر انسولينيزم. ده بيتضمن الانسولينوما والفانكشنال بيتا سيل ديس اوردر اللي هي نيزيديو بلاستوزيس، ودي بتضمن حاجتين نون انسولين بانكريتوجينس هايبوجلايسيما والبوست جاستريك باي باس هايبوجلايسيما. واخيرا من اسباب الاندوجينس هايبر انسولينيزم هي الانسولين اوتو اميون هايبوجلايسيما، سواء كان انتي انسولين انتي بودي او انتي انسولين ريسبتور انتي بودي. واخيرا الايديوباسيك بوست برانديال هايبوجلايسيم. هنتكلم سريعا على كل واحده فيهم. دراج انديوس هايبوجلايسيمي هي الموست كومن كوز، غالبيتهم طبعا بيبقى انسولين او سلفانيلوريا. في دراجز ثانيه برضه موصوف معاها الهايبوجلايسيميا زي الكينولون والبنتاميدين والكينين والبيتا بلوكر والايس انهبيتور والهيدروكسيكلوروكين والترامادول، وناخد بالنا من الترامادول ده لانه منتشر يعني بيعمل هايبوجلايسيميا وشفنا حالات. او اكسيدنتال هايبوجلايسيميا اوكير وين ذير ار فيرماسي ايرور او ميديكيشن ايرور. اللي فاكتيشيس هايبوجلايسيميا هي سريبتيشيس سيلف ادمنستريشن اوف انسولين او سلفانيلوريا، وده يوجوالي مانيفيستد باي ايراتيكالي اوكيرنج نيوروجلايكوبينيك سيمتومز، وبتشاف دايما في الفيميل وغالب في الباراميديكال يعني. الماليشيس هايبوجلايسيميا از ديو تو ماليشيس ادمنستريشن اوف انسولين او هايبوجلايسيميك ايجنت تو ذا اذر، يعني بيدي هو الانسولين ولا السلفونيلوريا او الهايبوجلايسيميك دراج للاخرين مؤذي يعني. انسولينوما ودي ايلت سيل تيومر وده رير، الانسدنس بتاعها حوالي حاله في 250 الف عيان في السنه، وتتميز بالجلوكوبينيا اتاكس ديورنج الاندوجينس هايبر انسولينيميك هايبوجلايسيميا. برايمري بتحصل في الفاستنج زي ما قلت من شويه، لكن ممكن احيانا تحصل في البوست براند. الدياجنوز بيحتاج كمبيوترايز توموجرافي واند والترا سونوجرافي.
النون انسولينوما بانكريتوجينس هايبوغلايسيميا سندروم ده از ان اندوجينس هايبر انسولينيميا كاركترايزد باي اتاك اوف نيوروجلايكوبينيا تيبيكالي بات نوت انفاريبلي افتر اميل. الباثولوجي هو ديفيوز ايليت سيل انفولفد ويز نيزيديو بلاستوز. نيزيديو بلاستوز بيحصل فيها ايليت هايبربليزيا احيانا ايليت هايبرتروفي واحيانا ايليت سيل هايبربليزيا. البيشنت هو هاف اندرجان رو ان واي جاستريك باي باس برضه دي العمليات المشهوره وحالات بتشاف يعني فور اوبيزيتي اند مي هاف اندوجينس هايبر انسولينيميك هايبوغلايسيميا موست اوفن ديو تو ا نيزيديو بلاستوز. This condition usually causes postprandial spill of neuroglycopenia. Autoimmune hypoglycemia نتيجة anti-insulin antibody the rare disorder بيحصل في موصوف يعني في الجابانيز والكوريان بيبول ومعاه بيبقى associated history of autoimmune disease. السيمتوم بتحصل في الليت بوست برانديال بيريود ليه؟ لان الانسولين اللي بيبقى سكريتد ريسبونسبل بيمسك في سيركوليتنج انتيبودي وبعد كده يبتدي الانسولين ديسوشيت فروم ذا انتيبودي ان ان انريجوليتد فاشن. النون ايليت سيل تيومرز زي الميزنكايمال تيومر هيباتوسيلولار كارسينوما ادرينوكورتيكال تيومرز كارسينويد لوكيميا الليمفوما موست كومن اسوشيتد ويز هايبوغلايسيم. والميكانيزم بتاعتها ان التيومرز دي سكريتنج انسولين لايك جروث فاكتور 2. اخر حاجه الايديوباثيك بوست برانديال هايبوغلايسيميا وده ديس اوردرز ويتش اوتونوميك اند نيوروجلايكوبينيك سيمتوم بتحصل بوست برانديال ويز لو بلازما جلوكوز كونسنتريشن. الميكانيزم اما نتيجه الهاي انسولين سنسيتيفيتي او اكزاجيريتد انسولين ريسبونس ايزر ريليتد للانسولين ريزيستنس او الانكريز جلوكاجون لايك بيبتايد 1 او ديفكت في الجلوكاجون ريسبونس. وبرضه دي بنشوفها يعني في الايديوباثيك بوست برانديال سندروم الاوتونوميك سيمتومز اللي هي تريمرز وتاكيكارديا وسويتنج ممكن تحصل بعد ساعتين الى خمس ساعات بعد الميل ونشوف الجلوكوز لاقي نورمال بلازما جلوكوز كونسنتريشن ودي يسموها سودو هايبوغلايسيميا. تفسيرها ان بيحصل انهانسد كاتيكولامينز فولوينج اميل او انهانسد سنسيتيفيتي للنورمال بوست برانديال كاتيكولامين ريليز. الباتر اوف بلازما انسولين والسي بيبتايد والبرو انسولين والبيتا هيدروكسي بيتوريت والسلفانيل اوريا والانتي انسولين انتي بودي كان هيلب الكلينيشن تو ديفرنشيت الفيريس كوز اوف هايبر انسولينيميك هايبوغلايسيميا. ده الابروش بتاعنا لحاله سبونتينيس هايبوغلايسيميا. اول حاجه بتاكد ان هي فعلا هايبوغلايسيميا بالويبلز ترايات. اشوف اول حاجه ابص هل العيان كلينيكالي انويل. لو هو كلينيكال انويل خلاص دي بتبقى سهله يعني المرض بيبقى ظاهر يا اما عنده هرمون انسفيشن زي الادرينال انسفيشن او هايبوتيروزم او هايبوثالاميك ديزيز او عنده نان بيتا سيل تيومرز بتفرز اي جي اف او كريتيكال النس عنده هيباتيك فيلر رينال. لو حصل هايبوغلايسيميا اثناء البرولونج سوبرفايزد فاست تيست اعمل تشيك الليفل اوف انسولين بقيس الانسولين والسي بيبتايد والبرو انسولين والبيتا هيدروكسي بيوتريت اند سكرين فور سلفون.